السلام عليكم شباب، انا شو اخباركم؟ ان شاء الله اكون بألف كلمة وتنظم شفير. رجعكم فيديو جديد. والفيديو اليوم في لعبة داكرو 2. ما جات الخير زي ما شفتوا بعنوان الفيديو. اليوم راح نشتغل تاكسي طول المقطع طبعا، وبس. واللي ما دس لايك ودس لايك واشتراك وشير وتعليق، وبترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. خلونا نبلش. طبعا معنا سيارة BMW 5. بإذن الله بعد ما نشتري تاكسي نحاول نشتري سيارة في آخر المقطع، وبس. بترككم على الفيديو ومشاهدة ممتعة. خلينا نشوف أول طلب ونبلش عاد. هاكو أول طلب، أول مفرد جاي شمال. هاي أول طلب، إن شاء الله تكون بيعطي مبلغ 5600. مش طلب، نبلش عاد نشوف المسافة قديش. 8 كيلو. حلو، بلشنا. حاجة جات الخير نشتري سيارة بعد ما نشتغل، بعد ما نشتغل تاكسي ونشتغل شوي هيك نحاول نجيب سيارة وبس. روح حتى من 8 كيلو، 25 كيلو واحد، يعني ضايلنا لسه 6 كيلو. اوكي، صراحة ضايلنا 6.5. يا كبير يلا السريع، ما ضلش شيء، ضل 3 كيلو. يا الخير ما ضلش شيء على 100 اخ واخت. بتمنى تشتركوا وبس. يعني نصل المكان ونرجع لكم. زي ما شايفين يا جماعة الخير من 8 كيلو ضل 500 متر، مضلش اشي. قربنا على وصول. تمام، خلصنا اول طلب، اخذنا اول طلب بنجاح، اخذنا 5600 عملة. نقرب على وصول الطلب الثاني ونرجع لكم. تمام، هدي شوي.
9500. حلو، المسافة قد ايه؟ 15 كيلو. حظنا حلو لحتى الآن، كل ما نقرب على الشارع بتضوي أخضر. مفيش طلعة طرود خط سريع. نسأل المكان ونرجع لكم، لحتى نستضل 12 كيلو لأنه 11، فنسأل المكان ونرجع لكم. تمام، وصلنا، نحدد السرعة. ننزل الطلب الثاني. نشوف الطلب الثالث، نصل عنده ونرجع لكم. يا جماعة الخير، ها مضلش قربنا للثالث. لا كثير قليل الصراحة. شوف غيره. يلا وصلنا له تقريبا، عشان الشارع اللي قدام، بس ان شاء الله عاد يكون في مبلغ. شوف غيره. أعتقد هذا أخذناه اللي هو كان الطلب الثاني، صح؟ لا لا مش هو. تمام، أوكي 9500. هو الطلب الثاني هذا ولا لا؟ الله العليم، هو مش عارف يعني الضمان هو نفس الطلب الثاني. طيب جماعة الخير، بما انه هذا هو نفس الطلب تكرر كمان مرة، راح نوصله ونرجع نشوف طلب غيره. طبعا جماعة الخير زي ما شفتوا، هي وصلنا الطلب هذا اللي هو نفسه تكرر اللي كررنا، رجعنا وصلنا.
نشوف الطلب الثالث. وصلنا الطلب الثالث، وجبنا نوع جديد طمناه للفريق، لفرقة السيارات اللي عندنا، مجموعة السيارات. يلا افتح. اوكي تست درايف، انا تست درايف، احنا عملنا تست درايف ونجرب. حلوة، سريعة سريعة نوعا ما. يعني كويس سرعتها، يعني بتمشي. هي صح بطيئة بطيئة زي باقي السيارات، بس كويسة يعني. اوكي ما في قصر ثاني، احسن ما هم يرمونا يقلعونا قلع. عملنا احنا طفل، عملنا تسكيل تمام. السيارة حلوة، ماشي حال سرعتها. شوف والله فزت 39,000، هي فزت 39,000، 41,000. طب هذه 51,000، هذه حلوة. طب دي 53، 56، 57، هذا السياب 60,000، وهذا الجبل 60,000، الهامر. طب هاي مرسيدس 72,000، هذه طبعا. طيب احنا صار عندنا خيارات، يا نجيب المرسيدس سرعتها اعلى من هذيك، اعلى من المونيكوبا. طب في فيات برضو 51,000 في الفيات، او نجيب فيزبا دراجة. دراجات هدول مش كتير يعني، ما حسيتنش. هذه لا ما عجبتنيش. اوكي هذه ممكن. طب في هذا الفارق لا بتنيش. ممكن نجيب هذه هيك 51,000، ونجيب الفيات 2008، 205، 135 اتش بي. لا اوكي ممكن نجيب مرسيدس. مرسيدس حلوة صح. اوكي مكونش ضمينا سيارة جديدة لهذا النوع، سيارة جديدة بس بكون جبنا سيارة حلوة محترمة هيك مرتبة.
عشان يكون نحط لونها يا أبيض يا أسود يا هم هذا الرصاصي. عندنا هاي الأسود، هذه لا، هذا لا، أسود أو أبيض كحلي لا، أبيض أو أسود أو هذا الرصاصي. أنا بقول إحنا راح نختار الأبيض، وأنتوا اكتبوا اللي رأيكم بالتعليقات إيش ممكن نختار حتى لو أي لون يعني. اكتبوا لنا بالتعليقات إيش ممكن نغير لون السيارة وبنغيره. جنط فيش غيره 72,000. مجلس السيزون باص اثنين وسبعين ألف. تمام، نجرب السيارة عشان ما أطول عليكم الفيديو أكتر، وبعدين ننهي الفيديو. ناخدها نجربها بس، نعملها درايف. طيب تمام، هذه مع التعديل تطلع فخمة. تمام تمام تمام، هذه إذا عدلناها السيارة هذه تطلع فخمة. وهيك يا جماعة الخير مكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير والتعليق، وبنشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.